لما كنت بتفرج على الحلقات بقى لما بدأت العرض كنت بتفرج مع مين؟ في البيت مع مامتك مع والدتك؟ لا في الأول خالص اتفرجت عليها، أنا كنت في دبي ساعتها. اه اتفرجنا الأول على الحلقة الصبح مع خالد نبوي وأستاذ محمود ايوه نصر والمونتي وأستاذ اسماء ياسر كبيرة حامد بقى كلها. الحمد لله. فيعني ردود أفعالهم كانت جميلة جدا، يعني أستاذ محمود نصر قام بس دماغي وأستاذ خالد نبوي حسيت لي عليا كده وبس لا 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 والله بجد. ودي اسماء يعني أكيد طبعا أسماء كبيرة.